ونود أن نوجه عناية حضراتكم إلى هذا الخبر العاجل. الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح صباح اليوم المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية. متحدث الرئاسة، مجمع الإسماعيلية الطبي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة وأقسام الطوارئ وتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية. والمجمع الطبي بيعد مركزا رئيسيا ضمن برنامج التأمين الصحي المتكامل للمواطنين بالمحافظة. إذن نكرر على حضراتكم هذا الخبر العاجل مرة أخرى. الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح صباح اليوم المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية. ومتحدث الرئاسة صرح بأن مجمع الإسماعيلية الطبي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة وأقسام الطوارئ وتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية. والمجمع الطبي يعد مركزا رئيسيا ضمن برنامج التأمين الصحي المتكامل للمواطنين بالمحافظة.